مساء الخير واهلا بيكم متابعي في الجول، اهلا في لايف جديد. طالعين متاخر شويه، معلش اعذرونا، بس يوم حافل بالماتشات من اوله لاخره واحداث كتير في النص. فهنتكلم سريعا جدا عن ماتش الزمالك والشرقيه في الكاس، ونتكلم عن اللي حصل في الدوري الانجليزي. ليفربول اللي بيوصل لانطلاقاته العظيمه، الناحيه الثانيه مانشستر يونايتد اللي كسب مورينيو وتوتنهام في اول هزيمه للمدرب البرتغالي مع فريق جديد، غياب صلاح عن ليفربول. هنتكلم عن كل ده. انا معاكم رامي جمال ومعاكم نادر عيد. ازيك يا نادر؟ ازيك يا رامي، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. نادر، سريعا قول لنا، شفت ماتش الزمالك ازاي؟ اول كنا فاكرين ان كارتيرون مش هيبدا، بدا من على الدكه ولقيناه في الملعب موجود. ممكن تكون مش قراراته 100%، بس كان موجود في الملعب، هو اللي حضر المؤتمر الصحفي بعد الماتش. فايه رايك في اول ماتش كده بالظبط؟ يعني هو كارتيرون محظوظ شويه ان الماتش جاله مباراه كاس، بيلعب فريق من الدرجة الثالثة، فريق الشرقية. الماتش كان سهل بالنسبة للزمالك، وكان فرصة كمان ان هو يريح لعيبة كتير اساسيين، سواء مضطر زي مثلا محمود علاء اللاعب موقوف، او لعيبة تانية مثلا ما يبدأوش الماتش اساسيين. ادنا النهارده مثلا فرصة لشيكابالا انه يلعب ماتش من الاول. طارق حامد رجع برضو يدخل في الفورمة قبل الماتش بتاع بيرميرو دي اجوستو. الماتش كان سهل، كان الاداء الفني كان يعني واضح جدا في ملعب، الفرق الفني بين الناديين، وده دي الحاجه اللي خدمت كارتيرون. الماتش ما صعبش على الزمالك، واللي ساهم في ده ان دفاع الشرقيه ما كانش كويس، واللي ساهم في ده كمان ان النهارده الطرفين بتوع الزمالك كانوا مستريحين جدا. يعني حازم وعبد الله جمعه كانوا بيطلعوا بحريه كبيره جدا، مش قلقانين من المساحه اللي موجوده في ظهرهم، وده عمل فرق كبير جدا للزمالك واداله القدره ان هو يتحكم في الماتش. بس تحيه لحارس الشرقيه صراحه النهارده، محمد عبد المنعم قدم ماتش ممتاز صراحه، حارس ممتاز. شفت كذا كوره في الشوط الاول تحديدا، والشوط الثاني كمان محمد اوناجم من فرضين، يعني شال منه كورتين، ف يعني هو اللقطه الابرز فريق الشرقيه طبعا. والجون برده الحفظ مال الوجه اللي كان جه في الاخر برده، النتيجه 3-1 يعني. فهي كانت نتيجه متوقعه، فوز سهل للزمالك. كارتيرون محظوظ ان هو بدا بمباراه سهله شويه، التحدي بقى هو اللي جاي، التحدي ده هو اللي هيكون ايه بدايه صعوبه بقى مع الزمالك يعني. بالظبط. ايه رايك انه في قدوم كارتيرون؟ يعني شفت كارتيرون مع الاهلي، شفت مع وليد دجله، انت شايف ان هو مناسب فكره للزمالك؟ يعني طريقته بالسكواد الموجود دلوقتي هيبقى مناسب للزمالك؟ ما اقدرش احكم من دلوقتي، بس احنا ما فيش اختلاف على حاجتين. اولا الزمالك عنده قائمه ممتازه من اللعيبه، رقم اتنين كارتيرون مدرب كويس وعنده خبره كبيره جدا بالكره الافريقيه من سابق معرفته او سابق بقى انجازاته مع مازيمبي، وبرده نتائجه كانت مع الاهلي كانت كويسه جدا لحد ما، ووصل لنهائي افريقيا يعني. الراجل لو خد فرصه نشتغل، ولو كانت الدنيا مهيئه جوه الزمالك ان المستحقات وعدم التدخل الفني، بالظبط، لو خد فرصه انه يشتغل من غير ما يكون في مشاكل حوالين الفريق، لو خد فرصته، لو الاداره صبرت عليه، لو الجمهور صبر عليه، اعتقد انه ممكن جدا انه يمشي مع الزمالك، ويعني ينافس السنه دي في الدوري بشكل كويس ويوصل بعيدا في دوري ابطال افريقيا، لان الزمالك عنده قائمه كويسه جدا من اللعيبه. تمام. خلينا ناخد راي الناس الاول. فين؟ طيب سؤال، فين بلاي ستيشن؟ لو نزلتوا شويه في البيج كده في الصفحه هتلاقوا كنا بنسلم الجائزه بتاعه بلاي ستيشن بتاعه التوقعات، وكل ما بيكون في اعلان عن جائزه جديده بنعلن قبلها عن ميعاد اللايف، وفي لايف للسحب، وبعدين بيكون في فيديو لتسليم الجائزه، فهتلاقي في حد استلم بالفعل جائزه بلاي ستيشن. بعد كده في شريف امام بيسالك، ايه رايك في شيكابالا النهارده؟ شيكابالا النهارده يعني الى حد ما، يعني بعد غياب فتره طويله الى حد ما بيرجع النهارده بيأدي كويس، بس برده مش مقياس، ما اقدرش اقول مقياس يعني، لان النهارده كان الكرات المشتركه في الماتش كلها لصالح الزمالك تقريبا، فما اقدرش يعني المنافس مش المقياس اللي اقدر اقيس بيه اداء لعيب معين في الماتش النهارده. يعني انا النهارده كنت بقول لك ان الباكين عاملين مباراه هايله، بس هل يقدروا يعملوا ده قدام بريميرو؟ هل يقدروا يعملوا ده في قدام بيراميدز الماتش الجاي؟ هو ده المقياس. فعشان كده ما نقدرش ان احنا نحكم على اداء لعيب من مباراه، وخصوصا لما تكون مباراه قدام منافس المفروض ان هو في المتناول، يعني ان انت اقوى منه بكتير، فانت متوقع ان انت مش هتلاقي صعوبه في التغلب عليه. تمام. وبرده في اشرف الرومي بيسالك عن رايك في حازم امام، يعني بعيدا نقول برده بالنظر للمباراه. حازم لعيب كويس جدا، يعني يمكن هو بس السنين الاخيره دي، حازم لو تفتكر في يوم من الايام كان باك يمين منتخب مصر، وكان قائد منتخب مصر في فتره كوبر لما كان بيلعب مع فريرا باك يمين اساسي في الزمالك. السنين الاخيره بس حازم بدا مستواه يرجع، لانه خلاص ما بقاش حاسس ان هو ليه ثقل، ليه دور كبير في الزمالك. انت عارف الزمالك تغيرات فيه كتير كل موسم، بالظبط، فكل شويه مثلا تقعد احتياطي، تروح اعاره، ترجع، مفيش استقرار.
حازم لعيب كويس جدا، حازم لو خد فرصه يعني. دايما يا جماعه برضو ايه، لو انت عايز تطلع من الشخص احسن ما عنده هيئه للظروف، فحازم انت لو اديت له الاسباب اللي تخليه يبدع ويتالق في الملعب، لا حازم طبعا باك ممتاز جدا يعني. يعني مثلا انت لو سالتني حازم ولا نقاز، لا اقول لك حازم يعني. انا انا اشوف ان حازم في مستوى البيك يعني اعلى مستوى لي احسن من النقاز، فهو لعيب ممتاز طبعا. النهارده حازم النهارده اكتر لعيب استخلص الكوره في الماتش 18 كوره، بس برده مش مقياس ماتش مش مقياس، بس النهارده اكتر لعيب في الزمالك استخلص الكوره وعامل 9 كرات عرضيه، هي منهم الكوره اللي جت لنا هدف فرجاني ساسي، فحازم لعيب ممتاز طبعا. تمام نرجع للكومنتات. شريف بيقول ممكن تردوا علينا، ردينا والله يا شريف اهو، ردينا على سؤالينا في الاثنين. في بعد كده كلام تركي بيقول كلام عن مصطفى فتحي، وفي امير محمد رجب بيقول اسلوب كارتيرون والكره الطويله دايما اللاعب رقم 8 هتناسب مصطفى محمد اكتر ولا عمر السعيد؟ مصطفى محمد طبعا، لان مصطفى محمد في الكور العاليه وفي الالتحامات البدنيه قوي جدا وفراك وسريع، فمصطفى يمكن يعني شفنا حتى في ماتش الاهلي في السوبر برضه مصطفى كان فيك اكتر من كوره، كان بيتشيس الكوره كده بقوه وبسرعه وبنهم زي ما قلنا كلنا كنا بعمرو زكي جدا بالظبط. لا فمصطفى طبعا ممتاز يعني، مصطفى حتى في الالتحامات القويه وفي في الصراع البدني وفي الكوره العاليه ممتاز. فهو يعني الكرات العاليه دي لا هو ممكن يجيد فيها جدا يعني. في ناصر بيقول انتوا سايبين الدوري الانجليزي وبتتكلموا عن الزمالك، احنا بنتكلم عن كل حاجه حصلت خلال اليوم يا ناصر، لو بتتفرج علينا كل يوم هتلاقينا بنتكلم دايما عن كل الاحداث بتاعت كل يوم. بدانا بالماتش اللي بدا الاول، بعد كده هنتكلم عن الدوري الانجليزي. طيب عشان الاسئله برده يا نادر سريعا برده عن الاهلي، الناس بتقول هو كده الملعب سلام بقى ملك الاهلي، ممكن نوضح لهم الموضوع؟ لا هو مش ملك الاهلي، هو حق انتفاع يعني. انا مثلا باجر منك الشقه دي لمده معينه بس، فهو الاهلي هياجر الملعب، هيبقى الملعب بتاعه هو لمده 25 سنه. بالظبط الاهلي حققها ان هو هيحط علامته التجاريه بقى اسم ملعب الاهلي. حتى لما الانتاج الحربي هيلعب في الملعب ده مع الاهلي هيتقال الانتاج الحربي، مثلا بيلعب انبي بيلعب اي فريق على ملعب الاهلي. فدي تجاريا هتبقى قوه كبيره جدا للاهلي. وزي النهارده ما كابتن محمود الخطيب اعلن في الحفل النهارده في المؤتمر، قال كمان ان هم ناويين يبنوا ملاعب فرعيه واستراحه خاصه عشان فرق الناشئين اللي هتروح هناك تبقى بتقدر تاخد قدر اكبر من الراحه. فدي طبعا اكيد خطوات ممتازه. اكيد طبعا. نخش بقى على الدوري الانجليزي وبعدين نبدا بليفربول. ماشي نبدا بليفربول. ليفربول المتصدر. المتصدر. نعم. بيحقق رقم النهارده تاريخي 32 ماتش بلا هزيمه في الدوري الانجليزي لاول مره في تاريخه. كسب ايفرتون في ديربي الميرسيسايد 5-2 صح مظبوط، تالق ساديو ماني اكبر انتصار في ديربي ميرسيسايد لليفربول في عهد البريمير ليج اللي بدا من 92 بالظبط. فليفربول بيصير بقوه كبيره، حتى لما كان بياخد جول من ايفرتون ما بتحسش ان هو ممكن يتراجع، عادي بيكمل ويجيب جول. شفنا الماتش ازاي بقى انا وانت كده؟ يعني مباراه كانت من طرف واحد، يمكن حتى النهارده مع البدلاء او التبديلات الكتيره اللي حصلت في التشكيل بتاع ليفربول، بس ما حسيناش ان في دروب في الاداء، ما حسيناش ان في تراجع في الاداء. صلاح ما كانش موجود، فيرمينو ما كانش موجود، بس الفريق كان في اعلى فورمه وفي افضل فورمه وفي افضل مستوى، واللي ساعد على كده طبعا مستوى ايفرتون في الماتشات الاخيره يعني ايفرتون سيء جدا. بالظبط يعني تخيل ان ليفربول مثلا ممكن يرجع يكسب الدوري بعد 30 سنه في نفس الموسم اللي ايفرتون فيه مثلا، ممكن ينزل درجه ثانيه، انت متخيل؟ فاللي ساعد على كده مستوى ايفرتون المتواضع جدا في المواسم الاخيره. ليفربول عمل مباراه ممتازه جدا، كان عاده ساديو ماني اون فاير طبعا. موسم ماني اعتقد ده احسن موسم ليه مع طبعا احسن موسم، ويمكن انا بقولها من دلوقتي اعتقد يعني بنسبه كبيره جدا ان هو ماني خلاص هو افضل لاعب في افريقيا. اعتقد بانت من التصويت بالظبط الرابع يعني بالزبط. السنه اللي فاتت كان صلاح متفوق، فالسنه دي هو متفوق. حتى في جائزه فيفا كان في فرق طفيف جدا بينهم، كان صلاح سابقه الرابع في الجائزه دي، هو فرق كبير بينه وبين صلاح يعني، هو الرابع هو وصلاح الخامس، الفرق كبير في الاصوات يعني. حتى في افريقيا كان في تصويت افريقيا قاره افريقيا كان هو الثاني بعد ميسي، فان دايك جه بعديه. فيعني السنه دي اعتقد الوصول لنهائي امم افريقيا اداله طبعا طبعا اكيد. لا وهو بالظبط يعني، وهو السنه دي حتى الموسم ده محافظ على مستواه، هو بدا 2019 بقوه ومحافظ على مستواه في الدوري الانجليزي، فبيقدم مواسم بيقدم افضل مواسمه. اعتقد كمان نادر ان ليفربول السنه دي المميز فيه يعني، دايما في متابعتي الدوري الانجليزي ان ليفربول كان بيجي فيه جون فجاه في دي ممكن تعمل عليه كومباك، ماتش بورنموث تحت كلوب نفسه من سنتين تقريبا، نيوكاسل مش عارف ايه، السنه دي الفريق بيجي فيه جون ما بيفرقش معايا، قوه شخصيه كبيره جدا. يمكن ليفربول مش نفس الاداء بتاعي القوي بتاع السنه اللي فاتت واللي قبلها بالظبط، لكنه شخصيه كبيره جدا. كلوب قبل كده اتكلم قال انه ليفربول دلوقتي بيعرف يحسم الماتشات 1-0، وده كان اكتر حاجه بنفتقدها لما انا جيت ليفربول. فاعتقد انه
بشكل في رايي هو حسم الدوري يعني مع سيتي. ممكن التهديد الكبير ان لو ليستر استمر على نفس الاداء ده، النهارده 7 ماتشات على التوالي برضو لاول مره في تاريخهم فوز، فلو ليستر كمل كده متهيألي هيبقى ده ده ده, ده, ده امر وارد. والماتشات اللي انت عارف احنا داخلين دلوقتي على اصعب فتره في الدوري الانجليزي، فتره بتبقى اواخر ديسمبر اوائل يناير اللي هي فيها كم ماتشات كبيره جدا، ممكن تلعبها في 15 يوم. وليفربول عنده مشكله انه عنده ماتش في الاف اي كاب قدام ايفرتون، عنده ماتش في كاس الرابطه قدام استون فيلا، عنده كاس العالم للانديه، وبعدين مثلا في تشامبيونز ليج كمان في فبراير، فعنده ضغط ولسه في ماتش كمان الاسبوع الجاي في تشامبيونز ليج. ريد بول سالزبورغ في النمسا ولسه عنده بورنموث كمان بره ملعبه بالظبط، فرقه مش سهله. فضغط الماتشات الكبير جدا ده، يعني انت بتتكلم دلوقتي ان لو بنتكلم على مستوى اللياقه في الموسم دلوقتي هي في البيك، هي في اعلى مستوياتها، ممكن جدا ضغط الماتشات ده يبدا معاه ينزل او يبقى في منحدر بقى في مستوى البدني بتاع اللعيبه ويتاثروا بيه. فليفربول متصدر بفرق مريح جدا، بس لازم يبذل مجهود مضاعف انه يحافظ على الصداره دي، ويحاول كمان انه في البطولات الثانيه يعني برضو ايه يحاول ان هو يعمل عمليه روتيشن، يعني يدي النهارده كمان بالظبط، يعني ده برضو خطوه النهارده كانت ممتازه من كلوب. يمكن حتى احنا كنا بنتكلم ليه صلاح النهارده كان قاعد دكه، فهو كلوب قبل الماتش يعني برر الكلام ده، قال ان انا عملت كذا بتغيير عشان بحترم المنافس وبحترم الماتش وبحترم حده الماتش، وعشان كده عملت التغييرات دي، مش مثلا في اصابه او ما الى ذلك، يعني لا هو بس عشان عايز لعيبه فريش، لعيبه بدنيا جاهزين اكتر. احنا شفنا صلاح بدنيا كان لسه راجع من الاصابه فمش فورمه 100%، الماتش اللي فات قدام برايتون ما كملش الماتش للاخر طلعه، النهارده فضل ان هو ما يلعبش الماتش ينزل مكانه شاكيري، وكان قراراته يعني واضح انها صائبه بالظبط. الناس برضو ناخد راي الناس. اميره محمد تسال صلاح محتاج ايه عشان يرجع، لاني شايفه فرصه بتقل جدا مع كلوب. يعني صلاح انا شايف ان هو مش ماشي كويس، طبعا هو مش نفس مستوى الموسم اللي فات ولا الموسم اللي قبليه، بس انا شايف انه محتاج يعني يرجع يركز شويه اكتر في الملعب. تمام. طبعا في احتفالات بوريجي كالعاده. كالعاده. طيب خلينا برضو كمان اتكلم معاك عن الناس تسال ايه رايك في تريزيجيه والمحمدي، النهارده تريزيجيه بيجيب جول في تشيلسي من صناعه المحمدي، اول مره خلينا نقول دي اول مره في تاريخ الدوري الانجليزي يبقى الجول مصري خالص صناعه وتسجيل. بالظبط بالظبط. إيه تريزيجيه طبعا لا خلاف على مهارته، لا خلاف على ان هو لاعب مثابر ودؤوب بشكل مش طبيعي. تريزيجيه محظوظ ان دين سميث بيديله فرصه، يعني في الماتشات الاولانيه في الموسم كان اداؤه عليه علامات استفهام لان كان في انانيه شويه، لكن دين سميث فضل مصمم ان تريزيجيه يلعب لانه شايف فيه موهبه كويسه جدا تقدر تفيد الفريق. هو شافه هنا في ماتش جنوب افريقيا اللي خرجنا منه في كاس الامم الافريقيه. بالظبط، يعني لا بتكلم كمان بريمير ليج، انك تدي لعيب لسه اول موسم يلعب اساسي ويلعب كل الماتشات اساسي، فدي يعني المحمدي كان بيقعد احتياطي والمحمدي وتريزيجيه بيلعب اساسي، يعني رغم ان المحمدي خبره كبيره جدا في الدوري الانجليزي، اكتر لعيب مصري لعب ماتشات في الدوري الانجليزي في التاريخ يعني، لكن دين سميث ادى الفرصه لتريزيجيه، وتريزيجيه كان عنده حسن الظن الصراحه، يعني قدام ليفربول عامل مباراه ممتازه ومسجل جون، قدام ولفرهامبتون النهارده جيب جون برده، يعني هو كان محظوظ شويه بالكوره، بس تريزيجيه مثابر بشكل مش طبيعي يعني. فطبعا احنا مبسوطين ليه وان شاء الله يكمل على كده، واول موسم يكون انه يؤدي بالمستوى ده مع استون فيلا، برده استون فيلا يعتبر طالع من الدرجه الثانيه، فعنده تحدي صعب جدا انه يفضل بين وحوش البريمير ليج، فكون انه يقدم المستوى ده فدي حاجه ممتازه لتريزيجيه. تمام. خلينا نخش بقى على ماتش مانشستر وتوتنهام، الخساره الاولى لمورينيو، الحمد لله الحمد لله. فاول خساره لمورينيو 2-1، شفت الماتش ازاي كده سريعا، وانا ممكن اقول لك مع كده شفت الماتش ازاي. تمام. يعني الكلام مورينيو بعد الماتش بيقول ان يونايتد بيجيد قدام فرق كبيره، بيعرف ازاي يقفل خطوطه يحافظ على تقدمه، بيلعب ماتش دفاعي كويس جدا، فعشان كده انا هسالك بقى تفسر لي ايه اللي حصل النهارده، يعني ليه النهارده قدر ان مورينيو قدر ان يونايتد ان هو يخلي مورينيو يخسر اول ماتش مع توتنهام، ويخليه المفروض ان هو داري بالفرقه دي عارف اللعيبه دي كويس جدا، لكن يجي اولد ترافورد ويخسر. بص في رايي ان انا متفق مع مورينيو، قال تصريح كده قدام الفرق الكبيره، سولشاير من السنه اللي فاتت لعب في كل البطولات 11 ماتش ما خسرش غير مرتين، مره من ارسنال 2-0، مره من مانشستر سيتي 2-0، الباقي تعادلات ومكسب، والمكسب كان تقريبا 6 مكسب. نعم. كمان فمورينيو قال انه مانشستر يونايتد قدام الفرق الكبيره بيدافع، والفرق اللي بتحب تاخد منه الكوره، فهو بيسيب الكوره ويبتدي يعتمد على المرتدات وسرعات راشفورد وموجود ماكتوميناي اللي في النص دايما بيلعب، يعني بيجيد اكتر لما يكون في موقف رد الفعل. بالظبط. تمام. يونايتد بيعاني، وده فعلا يعني نتاكد من صدق اللي قاله مورينيو، انا ما شفتوش انه زي ما الناس ممكن حتى بره بتهاجم وتقول له انت بتقول حجه بس عشان الخساره يعني، بس هو مانشستر بيجيد عشان ما عندوش السكواد الثقيل اصلا، مفيش لاعب وورلد كلاس اعتقد في الفرقه غير
دخيه بوجبا يعني ربنا يشفيه لسه مرجعش، نعم فهو مفيش حد في الفرقه، فهو بيجيد ان هو يعتمد على المرتدات، سرعات راشفورد، سرعات دانيال جيمس، معتز صاحب زميلنا مسميه حرامي شوط، فيعني هو فعلا حرامي. انا فجاه دانيال جيمس بيبقى في نص الملعب، هو سريع بطريقه غريبه، بيبقى في نص الملعب فجاه بلاقيه في منطقه الجزاء بياخد ضربه جزاء لمانشستر يونايتد، فهو فعلا سريع جدا. وجود مارسيال ومراوغات مارسيال كمان بتفرق، فده فعلا عامل شغل كويس. كمان مع وجود مكتوميناي في وسط الملعب، مانشستر عنده مشكله ما عندوش بودلاند. النهارده لما لجأ للدكه ما كانش في غير اندريس بريرا، خوان ماتا تقريبا خلاص كبير، مش هو ماتا. احنا بنتكلم حتى دلوقتي، يعني شوف دلوقتي احنا في 2019 سكواد توتنهام اقوى من سكواد مانشستر يونايتد بكتير. بالزبط. كمان انت بتخش يومين سنتين ورا بعض يعني قدام توتنهام، توتنهام هو المرشح للفوز دايما مش مانشستر يونايتد. بالظبط. فلا يونايتد سكواد ضعيف طبعا، محتاج تدعيمات كتير جدا. مشكلته الاداره مستمره، كل الناس تتكلم عليها، هي الاداره الاداره الاداره، انفاق مش هقول بخلاء، لما بينفقوا بينفقوا كمان غلط، فدي كارثه ثانيه. فبيهتموا بالصفقات التجاريه، انما النهارده مانشستر لعب كويس جدا، كل حاجه كانت ماشيه كويس. جه في الاخر تراجع كالعاده زي ماتش ليفربول، كان ممكن يستقبل التعادل، بس النهارده اللعيبه قدرت تمسك نفسها يعني. السذاجه الدفاعيه لسه مستمره، بس قدر يكسب يعني. ده اللي حصل بسهوله يعني. يعني يمكن يونايتد بيفكرني برضو بمورينيو ايام تشيلسي. انا فاكر برضو تصريح كان مهم جدا لجرايم سونيس نجم اسكتلندا وليفربول السابق، كان قال برضو ان تشيلسي بيجيد اكتر لما بيسيب الكوره لمنافسه. فهي نفس الفكره، يمكن حتى عشان كده مورينيو لقطها، ان هو الفريق فعلا لما بيلعب في موقف رد الفعل بيرجع وبيسيب الكوره للفريق المنافس، بيقدر يجيد اكتر في الملعب. تمام، نقرا الكومنتات بقى اخر مره. محمود ابو حسن بيقول مانشستر يونايتد رغم الفوز لكنه سيء. اتفق معاك طبعا، يعني مركز سادس فرق بينه وبين المركز الرابع 8 او 9 نقط تقريبا هو تشيلسي، فالموضوع صعب جدا يعني، المفروض دي مش مكانه مانشستر يونايتد. في رجب عبد العاطي بيقول وولفرهامبتون فريق ممتع، من احسن فرق في الدوري الانجليزي بتلعب كوره. طب سؤال اخير، وولفرهامبتون ولا ليستر؟ بعيدا عن المراكز، انت بتحب كوره مين لو هتقعد في البيت تتفرج؟ لا انا بحب ليستر. بحب ليستر سيتي جدا، انا بحبهم جدا، ما تعاطفت معاهم من ساعه لما خدوا الدوري مع رانييري يعني. لا هي فرقه جميله جدا يعني، انت دايما تحب تتفرج عليهم، تحس ان هم ادائهم ممتع ومقاتلين في الملعب وبيلعبوا كوره جميله. يوزي بيريز مع فاردي مع انديدي مع ايناتشو لما بيشارك، الفرقه جميله جدا. أيوه. يعني أيوه. وجيمس ماديسون طبعا، يا رب يجي مانشستر يعني. فتمام ماشي يعني، شكرا ليك يا نادر. شكرا يا رب. شكرا ليكم، ومعلش سهرناكم، وان شاء الله نلتقي في لايف تاني من لايف في الجول. شكرا.